كرتون بدت كفكرة إبداعية، كنت أنا أجيب نشيد من النت، أتخيل لها مقاطع فيديو، أبدأ أصمم كهواية شخصية. حاولت أفكر كيف ليش متصير هذا المشروع كبزنس يعني. العصفور مكانه الفضاء، وبيته في شجرة مع صغاره، لكني أحبه، إذا أطلق، معك حق، هيا انطلق أيها العصفور إلى عشك، ولا تنس أن تزورني، هيا. في كرتون شركة فلسطينية ناشئة بدأت الشغل كمجال في مجال الرسوم المتحركة، تهتم كثير في كرتون في موضوع الرسوم المتحركة التعليمية. يعني على سبيل المثال، أول عمل أنتجناه كان عبارة عن إيه؟ أنشودة رسوم متحركة من المنهج المدرسي نفسه، كانت عبارة عن قصيدة. القصيدة هذه تخيلنا لها كيف ممكن يكون خلفيات وشخصيات، وبدأت تصير، فصارت في النهاية نشيد يستهدف المنهج المدرسي. عصفور فوق الشجرة أقبل يبحث عن ثمرة، كان العصفور وغنى فرحا وأجاد اللحن وغنى. طبعا بالنسبة للرسوم المتحركة هي عبارة عن عمل معقد كتير، صعب كتير. بيبدأ من الفكرة، بعد الفكرة ممكن احنا نحوله لستوري بورد اللي هو لوحة قصة، نرسم اللي هو جميع الرسومات على شكل لوح قصصي. القصة محتاجة أن نرسم لها خلفيات، نعملها شخصيات، نبدأ بعد ما نرسم الشخصيات نبدأ نفكر كيف نحرك هذه الشخصيات، نصنع لها بيئة أو كمشهد عشان في النهاية تصير عملك متكامل يعني. الخطة التسويقية، عملنا بلوجر. ثاني حاجة سوينا يوتيوب، نزلنا كل الفيديوهات على اليوتيوب عشان نشوف عدد المشاهدات الموجودة. طبعا في أفكار تسويقية ثانية، ممكن نعمل نطور الأنشودة هذه بحيث تصير أبلكيشن للسمارت فون يعني. شبكنا مع، حاليا تواصلنا مع مؤسسات اطفال، فكثير يعني اهتموا في الموضوع، حكي انه هذا يعني كيف بدنا نحوسب الرسوم المتحركه، نحوسب المنهج المدرسي بحيث يصير رسوم متحركه يعني.